وإذا الجنة أزلفت، يعني إيه أزلفت؟ يعني اقتربت. يعني إيه أزلفت؟ يعني سيقت. يعني إيه أزلفت؟ يعني فتحت أبوابها. يعني إيه أزلفت؟ يعني خرج الملائكة يستقبلوننا بالترحاب والبشرى والسلام. يعني إيه أزلفت؟ يعني ربنا في القرآن بيقول في آية تانية، ها، عرفها لهم. يعني إيه عرفها لهم؟ يعني زينها لهم. وده علشان اي واحد يضحك عليا وعليك او على المشاهد الكريم ويقول له انت اخطأت فانت داخل النار، قول له لا، انا مش ابن النار، انا ابن الجنة، انا خلقت للجنة، وان عصيت فان لي ربا غفورا رحيما، وان اخطأت فاعلم ان عفو الله اعظم، لكنني لم اخلق للنار ولم اخلق للعذاب. تتقال كده وش كده؟ لم اخلق للنار، انا خلقت للجنه. والدليل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال عرفها لهم. عرفها لهم، ويوم القيامه لما تخش انت الجنه انت عارفه كل مكان في الجنه وكل شبر في الجنه، لانه بيتك الذي خلقت له، وابوك ادم كان يسكن جنه مثلها. مش هي جنة الخلد اللي كان آدم بيسكنها، إنما جنة مثلها. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الجنة لها 8 أبواب، خدي بالك. والجميل في الجنة إن الإنسان يستطيع أن يدخل من أي باب. شوف الجمال، ويستطيع أن يدخل من الأبواب كلها. بدليل حاجة بسيطة قوي، سيدنا النبي قالها لنا صلى الله عليه وسلم، اللي عايز يخش من أبواب الجنة كلها يسبخ الوضوء، وبعد ما يخلص إسباغ الوضوء يلتفت كده للقبلة ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بس اللهم اجعلني من التوابين، اللهم اجعلني من المتطهرين. يعني يتوضأ ويدعي، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل منها حيث شاء. الجنة في القرآن الكريم ربنا سماها دار السلام، وسماها جنة الخلد، وسماها دار المقامة، سماها أسماء كتيرة جدا. ليه؟ علشان يحفزنا ليها. خدي بالك. طيب، وعلمت نفس ما أحضرت. ده للجنة وللنار ولا للجنة بس؟ لعملك. لعملك. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله. شوف الجمال، شوف العظمة. علشان كده علمت نفس ما أحضرت. سيدنا أبو بكر يقول إيه؟ تخيلي، يقول وددت أني كنت. حاجة بسيطة قوي، سيدنا أبو بكر شاف أعزكم الله الجمل بياكل حشيش كده الأخضر ده، فقال يا ريتني كنت حتة من الحاجات الخضرة اللي بتأكلني البهائم ولم أخلق. تخيلي كده. ليه؟ قال علشان سبحان الله العظيم ما أقفش قدام ربنا واتحاسب واتعاقب. علشان كده بقى الله سبحانه وتعالى في القرآن بشر أهل المخافة اللي بيخافوا ربنا دايما، ولمن خاف مقام ربه جنتان. يعني ايه جنتان؟ مش هي جنة واحدة؟ لا، ده 4 جنة. لا خلي بالك، لا لا، الجنة مستويات. ما انت هتعيش انت في اكتوبر وانا اعيش في القومية وتبقى لا لا لا، اهدي بس شوية. الله ثانية واحدة. لا لا لا، الجنة مستويات ودرجات. ايوه، ابقى ازاي في جنتين؟ ما هو ربنا قال اهو ومن دونهما جنتان. ايوه، اقل برضك درجات. اتنقل ولا اعمل؟ مش احنا اعمالنا متفاوته؟ فكذلك درجاتنا في الجنه متفاوته. طيب، الشخص اللي بيخاف مقام ربه جنتين، ليه جنتين؟ يعمل ايه؟ يتنقل بينهم؟ ليه درجتين يتنقل بينهما. يتنقل بينهما، وله منزلتان. ها، قد يكون في الفردوس ويتمتع بنور وجه الله سبحانه وتعالى. قد يكون في الفردوس وقد يكون في الجوار المحمدي صلى الله عليه وسلم. لكن الخوف من ربنا يقتضي حاجة مهمة جدا، حاجة صعبة. إيه؟ بس اللي يقدر يعملها، إيه؟ ألا يعبأ الإنسان بكلام الناس.